لكن نحن تكلمنا شويه على 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 واقع الانتخابات، راهي أسوأ، واش ينتظر الجزائريين؟ ما عندهمش حتى بديل الا يجب ان يقفوا ضد هذه العصابه، وهذا النظام راهو خواف، راهو ماشي كيدي الحباس والنصر، والله خواف. تعرف كيفاش يديروا؟ يصرى لهم في 2019 داروا على بعضهم، يدخلوا في الجنرال والوزراء. هذا هو الحل، كون يثور لهم الشعب ويوقف ضدهم الشعب الان راهو مقاطع. ما واحد ما يصدق الدعايات اللي غدوه راح يديروها، راح يجيبوا العسكر لبعض المراكز. عطاهم في الصد البارح، عطاهم عطاهم الشعب الفيديو هذاك. لكن تكلمنا شويه على الداخل، النظام انا كما قلت يخاف من الشعب ويخاف من التحرك الناس في الخارج، راهو يدير في العقده عملاء الخارج وكذا وكذا. والله لو يشوف الناس لما تطرق المحافل الدوليه والمنظمات وتضربوا عند سياده، راك تخاف، راهو يخاف هذا النظام. انا نشوف الان راح نروحوا شويه. سي هشام عنده تبون في الدبلوماسيه، راك عارف ما داروا والو، أسوأ دبلوماسيه في تاريخ الجزائر. واش قاعدين نشوفوا الان؟ ماذا ينتظر الجزائر؟ العهدة الثانية جعلت الجزائر معزولة، ما عندها حتى صوت في أي حاجة. حتى المكسب الوحيد في مالي اللي ندار في عهد لفاذيك انت اتفاقية الجزائر خسرته، ما بقى لها والو. ماذا ينتظر الجزائر على المستوى الدبلوماسي في العهدة الجاية؟ تفضلوا اللي حاب يتكلم. شوف، باش تكون عندك حضور دولي يزمك تكون دارك مرتبة صح، ما عندكش مشاكل. هذا كما لما كنا في السبعينيات، لانه عشان تقول السبعينيات باش نبين للناس باللي الشيء اللي نقولوه راهو ممكن تحقيقه لاننا عشناه. لما انت في 74 عندك 12 سنه استقلال، تجي تضرب الغرب كله على راسه امريكا وتقول له ارواح، يضربوا المكتوب كله ارواح، نديروا نظام اقتصادي دولي جديد، ولو ما نديروش يقولوا يجي وقت وين الجنوب يسحب نحو الشمال على قوارب الموت. هذه قالت في خطاب افريل 74 في جمعيه الامم المتحده اللي الجزائر استدعتها، ولا دوله رفضت. ممثل اسرائيل باش ما يصوتش ما يمتهناش على التصويت، باش ما يتبهدلش غادر القاعه حتى ما يكونش معني بالتصويت. لما الجزائر تحتضن قمة عدم الانحياز، قمة العربية، القمة الإفريقية، قمم كذا، الجزائر كانت صوتها عالي. كان الناس يقول لك أبو مدي نخدم على جال، كانت خدم في الخارج فقط على الساحة الدولية. ما تقدرش يكون عندك احترام على الساحة الدولية إذا دارت حروب الدهر. تصور واحد كل يوم بقى في دار، كل يوم ولاده هاربين، كل يوم ولاده يدبس فيهم، واحد يضرب فيه واحد ويروح يجي قادر يتكلم قدام جيران، ما يقدرش. قادرين يجيو الجيران يسمعوا له يعطيهم نصائح، ما يقدرش. هذا هو الشيء اللي كانت عايشه الجزائر. اليوم لحقنا الى درجه ان في العزله السياسيه، شوف وين وصلنا يا ناس، انه السلطات المالية استدعي السفير الجزائري، السلطات النيجيرية استدعي السفير الجزائري في نيامي تطلب منه توضيح، روسيا اللي تعتبر الحليف التاريخي والاستراتيجي واللي نضحكوا معها في مجلس الأمن، تركيا اللي زعما حاطينها حليف ولينا نضربوا معها على جال ليبيا، حفتر اللي ما عندوش لا جيش كما يلزم ولا كذا عادي يهدد في الجزائر. شوفوا الوضع تاع الجزائر، انت في عوم تبني بلادك الداخل باش تخرج تخدم برا، ولا يحب يخلط ومن بعد يحب يخلط في المالي ما قدر، يحب يخلط في النيجيري ما قدر، بعد راح يقول لك شوف بين يوسف هاي زعما يلعبها واحد الفلسطينيين، جيبهم توكلهم في شيراتون وبعد يروحوا يجمعوا في بيكان ويبعثوا لك يقول لك احنا رانا متوحدنا في بيكان. تجي تحب تدير نتايا اتحاد مغاربي على المقاس حسب الناس تنوها، ها تعمل اتحاد مغاربي شكون؟ تونس وليبيا وما قبلولوش
وما قبله ديالو هرب تاع تونس باش عين الهادي بكوش امين عام الاتحاد المغاربي عين ما عارفين ومن بعد غيروه غير كيما ما عندوش اسبوع ولا اسبوعين غيروه بكوش وجاب واحد اخر يعني تونس مع الاتحاد المغاربي كما هو ليبيا مغودات اجتماع تونس مشى سفير ليبي مشى للمغرب وحكى المقارنه معنا الاتحاد المغاربي كما هو بلا مغرب ما كاينش الاتحاد المغاربي واش بغيت تخرب واش بغيت تخرب بالعكس انت يا تحب دير وحده مع تونس من كوبا مسكينه الوضع الاقتصادي معروف مع ليبيا في حال حرب تن هذا الاتحاد المغاربي مع الدوله من كوبا معنا على الاقل عندك بلاد بجنبك قويه بغيت ولا كرهت سمعت الدوله هذه خير احسن دليل على انها قويه عليك وخير منك انها نظم كاس العالم مع زوج دول اوروبيه اروح انت نظمه مع اللي بغيت درش علاش ما عندك لا بنيه تحتيه ولا بنيه رياضيه هي لحقنا اليوم باش تلعب ماتش تاع فوتبال تاع كوب دافريك ما عندكش استاد لي استاد كلهم جدد لي استاد جدد باش تلعب فيهم لانك وعلاش ما تعرفش تقوم حتى بالصيانه تاع العشب تعلم تصون العشب من بار واحد تصون دوله تعلم تسير من تروح تسير دوله شوف يعني لما نقول لان الناس اللي يعينوهم على المقاس يعينون الناس اللي كيفهم هذا هو دونك السياسه الخارجيه تاع الجزائر ما تقدرش تحقق ولا انجاز وتجي تخلط عليا بالكذب تقول لي رانا اعرف في مجلس الامن الدولي هذه رابع مره يا سي ثلاث مرات اللي فاتوا جامي تكلموا عليها لانه نعرفوا بلي عضو غير دائم في مجلس الامن ما عندك ما تقضي ما عندك حتى دور في 2012 سي هشام السعوديه رفضت العضويه عندي ريفورم في مجلس الامن تاع مجلس الامن وعندي ريفورم في الليغا عربي خويا وليد تفضل والله كلام غادي نزيد غير شويه على الكلام اللي قالوا السي هشام فيما يخص السياسه الخارجيه كما قال السي هشام كي تكون الداخل نتاعك ماشي مرتب سي نورمال السياسه الخارجيه ما تكونش مرتبه والنظام في الوقت الحالي يفتقد الى حاجه واحده اخرى ايضا هذا عبد المجيد تبون ان با كارني دادريس ما عندوش علاقات على مستوى الخارج فرق كبير بينه وبين عبد العزيز بوتفليقه اللي كانت عنده علاقات هذا الرجل لا يمتلك اجندا ما عندوش انكارني ما عندوش علاقات ما يعرفوش عنده باك راي باك راي كيسلم عليه يقول له يا دوبين تكون انا نهضر عليك وعنده التليفونات تاع بعض الصحفيين كان يدور عليهم كي كان بطاله هشام ونهضر عليه وهذا اثر على السياسه الخارجيه تاع البلاد رانا شفنا البارح القمه نتاع السيسي مع اردوغان كيتكلموا على الملف الليبي يعني هما لي ديسيدور ما كاش الجزائر ما عندها حتى دور ولا تاثير في الملف الليبي بورتون نو زافون 1000 كيلومتر دو فرونتير عندنا 1000 كيلومتر حدود مع ليبيا وحنا الغلطه تاع الغلطه تاع النظام اللي ما عرفش كيفاش كيما يقولوا يحافظ على المصالح نتاع الجزائر وكيفاش يكون على مسافه واحده من الاشقاء في ليبيا وكيفاش يسعى الى ترتيب الامور ومساعده الليبيين اليوم ليبيا البارح كي شفت انا القمه المصريه التركيه والرهلة هل النهار اللي مشى تبون عند اردوغان تناقشوا الملف الليبي ابدا والله ما يتناقش معه وهذا يؤكد على ان مؤسس رئاسه الجمهوريه منذ 2019 لان قلت لكم بوتفليقه رغم لا فيسي ورغم المشاكل الى اخر يوم كان يتحكم في الامور وكان في قمه وعي هذا الشخص هذا اللي راهم باغين يفوضوا عليه غدوه تلك الاقليه هذا اللي راه مشكوك فيه هذا اللي غادي سواديزون غادي ما يمتلكش ما عندوش علاقات وعنده عقده راكم شفتوا كيف في قمه باري في ايطاليا كيفاش يتكومبورتا مع الرئيس الفرنسي يعني شخص يعني ساذج لدرجة أنه ضرب يد أحمد عطاف اللي هو وزير خارجية ضربه أمام كاميرات العالم يعني فضيحة
اللي أصابتنا إحنا جميعاً بالظلم. شخص غريب الأطوار. زين يا وليد مع رؤساء الدول مع بوتين الراجل منبطح يقولوا نحب ندخل بريكس باش ما نروحش نبقى نصرف الدولار. يروح عند أردوغان يمسح في نيفو ويلعب رجلك تروح على الروات رجلك تروح على كوش يلا يا منا يروح عند البرتغال عرضه روحه بروحه وصرصه بروحه وحنا يستنى فيه موضوع نروح بالبيض. وتعرف سي هشام لما نشوفوا هذيك الزياره يعني من ناحيه ان ما انبثق عنها توقيع اتفاقيه شراكه استراتيجيه كلمه ثقيله بزاف ما بين الجزائر وروسيا ومن بعد نشوفوا ان العلاقات ما بين الجزائر وروسيا دخلت واحد الازمه صامته ورانا نشوفوا انها ما وقعتش ازمه صامته. لافروف جا دو فوا طار فوق السماء الجزائر توقف في المغرب مرتين وما فاتش يعني هذا شريكك الاستراتيجي ما يجيش يطلع ليه على ذكر روسيا. والله نضيف لك بين قوسين فقط خويا وليد لما راح تبون تم للروس وقعد ويشكر في بوتين على انه قبل وساطه تبون في ما بين روسيا واوكرانيا. تخيل اللحظه هذه ما بعثش وزير الخارجيه نتاعو زياره لاوكرانيا ولا استقبل مسؤول وين راحت المبادره يعني الكليره في قهوه لا في حانه والكاسيدو في حانه تعتبر وصح والله تعتبر نار اللي كانوا نحاوه كابرو ميسو نحاوه كانت تبرنا في شارع محمد الخامس فوق على شارع محمد الخامس تبرنا اللي كيدوروا فيها الجورناليست يدوروا فيها لا قاعد يبرتف معاهم قاعد يبرتف ليه وعلى هذاك عرفوه بعد صحفيين خبرجيه ولا صحابو ومن بعد سنه راح يقعد في الشروق يقعد بعيد نهضر وزوج بعد الشروق يسمعوا فيا لا يروح يقعد في لاريجي يقعد في لاريجي في الشروق ونادي راح يشوف روحو اللي رايس يقولوا من ندير كذا وندير كذا في هذيك اللي يتحمل في انس رحمه في ولد القومي قال لهم غير هذاك اليوم وفي نالمون سي لو سو اللي خلاوه العصابه باش دخلوا نعرف ضربوا 10 سنين ولكن زغماطي اللي ناور وتآمر ضد تبون مع جنرال باسلي بوعزة ومع انس رحماني ما قدرش ينسو شكو هذاك حامين وجنرال راهو سفير يضرب في الدوفيس عودة للعلاقات الجزائرية الروسية شفنا قلت ان زيارته اللي كانت ماهيش مبرمجة واللي فرضتها قيادة الاركان بعد ما الغت واجلت زيارته لفرنسا لما رجع شفنا واش دارت السفيره الامريكيه يعني رئاسه عاده السفيره الامريكيه انا اللي سميتها بالمقيم العام اللي كانت تتجول في الولايات نتاع الوطن هي زارت ولايات الوطن اكثر منه يعني هو عبد المجيد تبون ما دارش في الولايات نتاع البلاد وهي زارت اكثر من 24 وتمكنت السفيره الامريكيه طبعا من انها يعني تجبد هذا النظام كي توجو برو أوكسيدان ماهوش مثل ما يتم تسويقه أمام العالم أو أمام الرأي العام الوطني وأدى ذلك إلى هذه الأزمة اللي رها واقعة مع روسيا واللي اليوم رغم يتكلموا إلى فاغنر أنا راني حيران في هذا النظام يعني الفاغنر اللي كيسون شاهموا في 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 الامبلانتاسيون تاع فاغنر صافي 3 سنين وأنا كنت تبعت الرحلات اللي كانوا يديروا دي زيسكال في تمراس في ادرار واليوم قال لك باللي احنا نرفضوا تواجد قوات اجنبيه في مالي وكذا وكذا يعني تخبط شوف عهده تبون انا اسميها عهده تبون شنقريحة تخبط كبير على المستوى الخارجي علاش لان لم يتم تجسيد او حل الازمه السياسيه اللي طالب الحراك الشعبي 22 فبراير باش تتحل هذا النظام عجز وبالتالي كان الانعكاس على السياسة الخارجية التي بينت مرة أخرى على أن الجزائر حاليا معزولة إقليميا ودوليا الجزائر عندها مشاكل مع عديد الدول ويا بني وطني لا يغرنكم ما تلك الخرجات اللي راهم يتاجروا بالقضية الفلسطينية في مجلس الأمن هذه كلها يعني باش نأكد لكم بأن النظام هذا ما عندوش تأثير على الملف الفلسطيني البتة وان المشكل نتاع هذا النظام للمستوى الخارجي مرده غياب الحل للازمه السياسيه على المستوى الداخلي.